النبي افتح لي السخمات دي وحياه والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الاجره. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ مستعجل ليه؟ العجله الندامه. انت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش ازاي؟ انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت عايزينها؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كان حش وسطك. انت واحد. يا اخي. انت واحد. انت واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا. طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطة. طنطة واحد. ايه واحد. اتنين نفس رحل. قول لي يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين. صوفيا. صوفيا الوشمة. طمر هندي الشفة. صوفيا. صوفيا طمر هندي الشفة. اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوه. صوفيا. ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. وهو يطلع زي ما يطلع. عناية سونيا جميلة. جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ واحنا فاتحين سبيل. طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان ده اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسهره دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فاضيلك. اول مره تنزل مصر. ايه؟ اول مره تنزل مصر. ايوه انا اول مره انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجه وحشه. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ده امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاوتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصاره. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه المعصاره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالك. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. اهدى. قرش تعريف. قرش تعريف بقى.
دي كوبايه 18 فاك 10 سخ ليه شويه الماء البيضه دول 10 سخ اه خد ايه ده ثلاثه تعريف اهم حلو قوي كده كويس متحش وسطك محدش يستحق من ثلاثه تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب باب ايه ده كان لسه على طرطوفة لسانة دلوقتي باب ايه يا برطوشي باب ايه باب الوزير اما الوزراء بقى لهم ابواب اما باب ايه بس باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب اما باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويلة باب البحر باب اللوق ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور طب يا اخو قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا امر لله يلا بينا ايه رايح فين رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش حوش هنداوي انت هنداوي ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الام يا ولي مين حاجينا ساعة زي دي الام قوم يا راجل افتح دهدي طيب انكتمي باي مين؟ خالي بالحضن يا خال مين؟ حسنين ايوه حسنين بشحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك؟ اهلا يا حسنين بركة انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعال يا راجل هناك تعالي ايه ده فر فر ايه؟ دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يلا في الزقوق قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال ده اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه اي والله وازاي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايوه بيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيش يا مرات خالي ما قلتيش في حاجه وحشه بيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي ما انا اتلهيت على عيني بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب اقول لك ايه تعال اقعد انا هنام هنا داني بنام هنا ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال يا جماعه ما يصحش شو تعالى معايا هناك ده انت عليك تحكمات فاطمه ايه بقول لك ايه قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها لا ودي وقعت ايه دي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السنيه سنيه ايوه بتاعها بيضه كده هاتلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بيت يتيم يا خال معلش استهدى بالله بكره تنسى انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف شد حيلك يا ول ايه ما بتاكلش فول ولا ايه فول ايه يابا شد على الله ده احنا فينا الصحة تهد جبال انت فاكر نفسك مين قوم جامد قيامتك قوم معلش يا راس العاد معلش الواد جديد لسه مولة الناس يا بوي ما الحرام ولا ايه طول بالك مطولوا على الاخر لا طول بالك يا ريس احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه قلت لك قوم يا فجري خد بايدك خد قوم يا غشيم أهياني
أهياني أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين هنا. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله إيه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهو مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يقولي يا عيب يقوليه. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط شاركنا في الاوضة. ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خلقك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. هتشد حيلك ومال يا حسن. ايه شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر ايه امال؟ بلوزه بلوزه. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزه. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يان شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يان يان شيل. يا ولدي خرب فنك. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المورة طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كان ده في تنيتك وانت زي البغل كده، كان حش وسطك. اقول لك ايه احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع مش دوم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ملة على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لوحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال. حاضر. دي عيشه تعرف يا اخي.
تخليش بالك، ما هو بني ادم على نياته وشرب المقلب، هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ابو حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ابو حسن. الله، انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ابو خالد. لا اسمه شاي ابو حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ هات يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت، لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول أخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا، لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة ولاد. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد. زهقتنا يا شيخ. ايه هو الحي يرجع؟ افتح يا خال. ما تردش عليه. انتوا في ايه؟ الله، انتوا بتعملوا ايه؟ ايه؟ جبت شاي ام حسن؟ ايوه امال، جبت شاي ام حسن. جبته. فين؟ جبته اهو. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم الخمي؟ انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طيب. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي، اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. جروانجي. ما هي المونة اهي. اكده. وكمان هتستعملي. اصلعت تقيلة قوي يا ريس. يا ريس بيري. حلوة. دي خفتك اللي تجيلة. لا والله يا ده. اهده. انت هتحضر معاي. طيب غور من قدامي وما تستناش هنيه. غور ما تشتغلش هنيه. كيف ايه؟ الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقة واحدة. بس ما تقولش ولا. انكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال رأي المثل. بنشتغل في الشقة برضه مش عاجل. قلت لك خور من قدامي وما تستناش هنا بره. بره بره. الأرزاق على الله. كتكميلة وأنت باغل عامل زي جاروس التين كده. كده؟ أيوه. وكمان هتشتمني. أيوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس. اوعى كده يا ريس. اوعى كده. عيب يا ريس. عيب يا ريس. عيب يا ريس. عيب يا ريس. اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيل ولا حط. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ تعالى بسيط. Wee, wee.
تاكل انا مكسوب. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار موضع ما يقول صح. يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في شغلانه ده. انت بتنفق في ايه؟ اربه انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان لك ابن اختي زيي، هتنفخر بي يا اخي النفخرة. ولا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بيت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانة حلوة خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بتفزني من هنا. قومي قومي كخاب، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خالي. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد ساعة قاعد على نار. انا بقول لك اهو، قوم فيزة اهو، قوم يا خالتة كمان. صباح الخير يا عم حافظ. اهلا صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايه هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني ثلاث قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 قبضه ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت مشاش في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تتمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش شايلنا 400,000 جنيه، ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقيت؟ لا، بلغيت الست. يودينا المجمع ب50 سنت. عينيا ماشي. اله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال، ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ شو
يخرب بيتك انت والترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا خديه، في اسانسيرات تانية جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانية عطلانه. خلاص عندك السلم، اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوى دي، مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميها ان شاء الله تترمي في نار جهنم، قد مصعد لما يحش وسطك. يلا يا خديه يلا بلاش العطلة ديت، بلاش الوقفة ديت، خلونا نشوف وقفة حتة. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظة صوتك دي. يلا خلونا انت وهو. أنا ساعدتني، أصل يا يلا بسرعة، يلا خش خش يا بيه. في شبرا مزمار. انت بتسال علي ايه؟ هتسالي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس في السابع؟ لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات ده يا مؤاخذة. مؤاخذة ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فات ركبك انت واللي كنت عنده. شيل شيل يا بشميش. شيل يا بشميش. شيل يا بشميش. ابوات دولة يا بشميش. اتفضل يا بيه. خش يا بشميش. خش يا بشميش. استنى عليها يا بشبيش. ايوه استنى عليها يا بشبيش. انا معاك بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعمل ايه؟ يلا في رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعب عزيز؟ لما اموت؟ الله انت هتفتحولنا محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فنديه، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فنديه وحد ابوكم. ليه؟ وهتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله يا عقد بقى ولا ايه؟ اوعى إيه عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف الصف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عاجبرد الخزنه. يعني ايه يا الله؟ عشان كده
خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان، اصلها كلمه كبيره قوي يا سخنيف هتزلنا دي، ما تزل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجل قوي على مروح ليه؟ انت مش حبيبته خلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت طقم وحبي بقى وقف في اخر الصف هناك، اجري نجرد الخزنه مفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. ها. خدي. ملحوقه قوي، ملحوقين قوي على المروح. فهمتك على الله، على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى ملحوقه على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. اه احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كانت الفلوس الحلال مقلول قيمتي، هنقبل الحرام؟ قول يا اختي. سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف اخر الصف هناك. ابني اقف اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش. خد. توأم ان شاء الله. الحمد لله. رزقك. ماشي يا معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي. انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش تقول عندك عجز ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. يلا.
بالله وسيدك العيال. عيال ايه بس يا رمضان؟ هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا اهو نونس بعض، وفي ذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يقول الصيف جه نربي كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. علي مش عاجبها بلا عيش، امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل يكسب لي فن لما ينهش عظمي. عظم ايه بالفتح ده؟ ده فخر وخيبه. سلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفاه يا اخت روحي. اضرب يا شبيشي. الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله، رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله، انت مش بتقول انه غلبان وواقع مهما كان، لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كنا هتدخله معانا اللعبه يطلع له برشين حلوين. لا، اعمل معروف والنبي، فكر في اي حاجه الا رمضان ده كده. ماشي، انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه هلوتي يا بشبيش؟ اطمن، الهلوتي ما يفكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة أبدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على تلاتة، يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحتة. وسلامتين لأبو حسن. لا وانت الصادق، سلامتين لأبو رمضان. يا عم هلال، يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين، انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل، انما ايه؟ شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكله. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذة، ما تيجي تشتغل هو حد حيشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض؟ دي ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بالك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. ولا اسم رمضان؟ اه. وهلال قبل رمضان؟ اه. يعني هلال رمضان؟ اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا، انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا اشربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنة بتقول بكرة تفرج وما زهقتش انت يا فراولة. والله انت فراولة يا شيخ. ما تاكل طعمية ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. ما فيش مية،
المايه اللي في الكوز عندك في خلفه. مفيش بقولك يا خلاص سمرة عليك يا ماما. طب انت قلت قبل ما تخش تغسل وشك مش تشوف المايه هتكفيك ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقينا لسه سابك في كابوس اصعد صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خلف ابو علي. خلف عينك انت لسه نايم؟ نوم العوافس والله عليك. تعال يا وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خلم وقويه جاتك الهم. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سمي يا اخويا على العيل ده لما املى صفحه الميه. جرايه يا ست انت، ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فضيانه؟ طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا وليه؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديها للعيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. يا ماما اوعي اختي كده. يا رمضان يا
رمضان. ايوه خدت ام علي. انزل اقوم هات العيش. نعم العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العيش؟ ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوك مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. تفتح لي محضر ده فتح نافوخي. يلا اخينا انت وهي. مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع صباحا العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه ده؟ بقى السياح من بقى الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاه. يلا يلا يا ست توهية. يلا يا اخويا خلي. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل ابدا. ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك انت خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش رايق الأول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقة مش رايقة. زوج حتى انك مبحلق لي كتير مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوب لي اجليطس. اتفضل اتفضل. بلاش السايب. خليها بزازة اجليطس. كتر المزة اجليطس. اخدهم مزة ياما. اهلا وسهلا. انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم؟ وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المدة. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ انني يعني وزيت عليك ولا حاجة؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركبك ذنوب؟ ايه ايه ايه؟ عنك انت. ايه يا مرزوق؟ حاسب حاسب يا مرزوق. خير خير. درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. همني جمال ناس. وهي شرب الحرق يا رجالة، شرب الحرق.
زمانه حزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا، عشان ابقى خفيف. يلا. انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تاخده؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. ده حلاوه قوي. طيب الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، انت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. كسير بس ما تقتلوشي، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجاله برضه. انت هتخطب؟ روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجوش دول ورانا.
ولا يهمك. ابونا امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلبي انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. اه. قول لي. العلم دي كانت ترقدل لك ليه؟ حرقت خمرت مشريه. يا نهار ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسبراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. مش سبب كافي يخليك تجي لي في ساعه زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعاده البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعاده البيه بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها. قلت لك ما تتصرفش على الفلوس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعاده البيه. وده في البيه دلوقتي يا سعاده البيه. اوكل ولاد السبعه منين ده؟ خلاص 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 بلا ولادك بلا زفت. بكره هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي. كفايه مين؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شويه؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دوا اتفضل السعاده بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هنسيب مرزوق ده يا سعاده البيه من غير ما اخد طاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شو واقف استناها على الناصيه؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني. سعاده البيه زهر جميل في عقلك. تعودي بعد 25 سنه محاماه نقد واجرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا ما اعرفش ما اعرفش مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تهزمنيش. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه امين. بقول لك ايه؟ مش عارفه انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا اتفضل. سعاده البيه شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان.
ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا حمشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المية خمسة عشر بتخليك حلو. ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تلاتة الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة، تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفنا العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم في امانة. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانة؟ اصلك ما انتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيدينا 10% والبيع هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصل عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ حد يكبر حد النهاردة؟ انت بتشتغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها ان ايه؟ فيها ان العمل صح. انا واقع من جوه ولازم اكل عشان اعرف اشغل الجمجمه. هاكلك احلى طبق كشري. كشري؟ لا لا بلاش شطه، دي ملهلبه قوي. حد صبعك فيها وهي تبرد. ايه يا معلمة؟ الشنطة خفيف. هجيب سجاير واجيلك يا صاحبي. ماشي. ثلاثة دوبل صلصة زيادة. بس خلصت. طب ما تحطي له شوية مشي. جرى يا سيدنا؟ ما تقف قوي وتتكلم عادي للمار. أنا مستني لما واحدة زيها بتعدين. أنا لا زي زيي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرزوق في ايه يا بطل؟ اسال بسلام. مالك؟ انا عملت لها حاجه؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجه يا معلمي، الراجل بيضحك معاك. ده محل اكل عيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرا يبقى يروح يقرا جوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا نعمه لو عملتها تاني. ايه هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. ليليا نعملها معاك. هتبص فين القهوه يا ابني؟ من عينيا يا ست كل. ها؟ سليمه الحمد لله. انا عارف بيجروا كده ايه؟ مش راحوا من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عامر؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي.
كينج سايز. ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. شكارها حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه رايك بالصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يا اب؟ دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. ازاي الحاج مش جاهز؟ يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلمها لك. يا مين؟ الحكومه. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام بالصلاه على النبي؟ هي صوره ما قلنا لك. كلمه البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص. يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعه. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخساره. يلا بخساره زي بعض. طلع يلا معايا جدع. خلاص بقى. ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، ما تكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركه. اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. الباقي من سجل. هات خمسه وخلي اتنين عند التسجيل. اعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص اهو باقي اهو. خليهم اتنين. اتنين ايه؟ اتنين حلو يا حاج. خلاص. وايه ده اللي حلو؟ ورحمه والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين، ما انت بترجع كلمه صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صاحبي. ده ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص. ادي باقي اهو كمان. كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي اسم المشتري. الحج على ابو السيد ابن الحج علي. الحج على ابو السيد ابن الحج علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع، ولنا بيانات بس. القصيرين. هم مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نملة البطاقة كام يا سونا؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. خمسة. حلو قوي. بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امتى حد؟ يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي يا اشول. امضي يا اشول. والنبي ابن حلال. امضي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ مسير حي. لا. سلام. سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. وانا اسف اللاجئ.
ولا انا عندي خليها له مش هتكفي انا هعشيت بره وماله ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100 ولا اسفل ليجي يا ابني انت مش هتكفي معلش يا كوتش برضه يعني ولا اهلا يا كوتش ادينا احسن ازيك يا اسفل ليجي الله يخليك الحمد لله خد يلا شوح اللحمه دي وقسمها عليكم ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته عشان لي منابع يلا العينيا خد دول ايه ساسات هحكي لك واحنا بتعشى اما في واحد بتاع كباب وكفته كباب ايه انا هاكلك اكله هتعلب بيها العمر كله ايه هتاكلني لحمه راس انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك